بالراحه يا عم سكر، بشويش اسكت بقى ما تقعدش تصوصو كيف لنا سويت. يا عم سكر انت مش قلت ان رجالتك هيضربوا نار على انارب الرجاله بس؟ ضربوا على الستات ليه؟ ما حدش من رجالتي ضرب نار عليك، انا رجالتي كانت بتتبادل اطلاق النيران مع الارانب، هتلاقي ارنب اصابك بالخطا. ايوه صح، انا شفت ارنب منهم بيحط ايده في ظهره كده وبيطلع حاجه كانه بيطلع طبنجه، وبعد كده ما شفتش حاجه. ايه ده؟ قرب رصاصه في اسمر ايديه واخد جزره في وشه؟ هو كان اسمر فعلا، بس موضوع الجزره ده ما شفتوش لان هو كان ملسم. ده طلب ارنب غفير، هتلاقي حاطط بندقيه كده على كتفه دايما. ايوه هو نظره ضعيف، هتلاقيه اصابك بالخط. طب يا عم سكر، يا عم سكر انت فاتح الجرح ده كله ليه؟ وانت هتطلع طلقه قد كده؟ انت اشتغلت الدكتور قبل كده؟ لا ولا لا. سيبنا نستكشف مع بعض بقى. بعدين انا اسمع دايما كده ان الجرح الكبير يحتاج ابره كبيره، وده جرح كبير. يا نهار اسود، دي ابره تريكو. انت بتعمل شرز؟ يبقى انا لازم اعمل شرز، مش الطلقه غرقه من البندقيه تعمل شرز كده؟ لا بتعمل شرز يا سيدي. الف بعد الشرز عليك. الله يبارك عليك. انت مجنون؟ عايز ست السيد؟ اقسم بالله لو كان جراله حاجه كنت دفنت الجنب. اهدى يا ريتات. في يالا في عمال اقول ذكريات وحركات كانت ايه ونيله ايه؟ ده انا عمال اكدب عشان نعدي اليومين. ده يا ريتات هتضيع هيبتك قدام الرجاله. عايز تفتكر الذكريات؟ تعالى بقى افكرك بالذكريات. فاكر ابو اسماعيل ربطناه في الساقيه؟ اسكت يا ريتات. ده كانش ابو اسماعيل، ده كان انت يالا ربطناك في الساقيه زي الجاموسه وقعدنا نضحك عليه. اسكت يا ريتات. انت فاكر عيد الميلاد؟ بلاش ده، بلاش ده ابوس ايديك. لما لبستك بطريق وقعدت تتقف جاي الاهبل ومش عارف تمسك الجاتوه. ايه ده يا ريتاش؟ احنا فعلا طلعنا ظالمين، مش هو اللي ضربني بالنار، اللي ضربني بالنار طلبه الارنب الغفير. ارنب طلبه ايه يا اهبل؟ ما ترجل يالا في ايه؟ ده انت مضروب بطلقه يعني، ده انا كنت بتضرب بطلقه الار بي جي في ظهري بنزل تاني يوم الشغل عادي يعني. انا عارفه انت عملت كل ده ليه؟ انت قلت تخلص من جوزي ها؟ عشان لسه بتحبني. تحبني ايه؟ ده انت بتعشقني يا عشقي يالا. لا يا بنت الناس، لحد كده نقطه من اول السطح. موضوع اللي بتتكلم عنه ده انتهى جوايا بنسبة 50%، واعتقد ان دي نسبة كافية جدا ان احنا نصدقه ونسامحه، لانك لو ظلمتيه اكتر من كده ريتاج ربنا مش هيسامحك. حقكم علي، انا محقوق لك يا ريتاج، محقوق لك يا سيد. ده انا لابوس جزمتك. انا محقوق لك يا فخر. لا يا باشا انا مبسوط جدا والله، ده كفاية استقبالك لينا. وعشان كده هرجوكم تقبلوا اعتذاري وتلبوا دعوة النهاردة على فرح سكر على ريتاج. ايه؟ سكر على ريتاج؟ انت خلاص يا ريتاش؟ خلاص قررتي تتجوزيه؟ لا ده انت عبيط واهبل بقى. فهمت يا سيد، النهارده فرح الحصان سكر على المهر ريتاج جميلة الجميلات، وانا اللي ظنيت في السوق يا ذكر. يا مدك دك يا مدك عامله في وشك ده. انا قلت الزق شنب عشان اعمل لنفسي هيبه كده وسط الرجاله واشرفك وسط اهلك. كده بتشرفني؟ لبس لبس صعيدي على شنب هتلر وكده بتشرفني يا سيد؟ ايه وحش يا ريتاش؟ وحش؟ انت شفت كام واحد ضحك عليك وانت داخل؟ لا يا بنتي دول كانوا بيضحكوا على الاطروفه بتاعت عم سكر، اصلا كانت بتضحك قوي. لا بيضحكوا عليك يا سيد عشان شبه الصرصور.